الطقس شماس مريحني. مشاهدينا، قبل ما نبدا بنشرتنا الليله حبينا نضوي على جهود فرق الانقاذ بالدفاع المدني اللي تمكنت اليوم من انقاذ او من سحب اكثر من 50 سياره كانت قد حوصرت بالثلوج على طريق ترشيش زحله. بالعوده لنشرتنا، طقس مستقر رح يرجع يسيطر على لبنان خلال الايام المقبله. بدايه جو الليله رح بيكون كمان غائم جزئيا الى غائم، ممكن نشهد امطار متفرقه خلال الليل، ثلوج على ال 1200 متر ولكن بيتحسن تدريجيا. الحراره بتوصل بيروت لل 11 درجه، 8 بصور، 8 بطرابلس، 6 تحت الصفر بالارز، 4 زحله، 4 حصبيه، وبعلبك لليل 6 درجات. بكره الجو اجمالا رح ببلش غائم جزئيا خاصه بالمناطق الشماليه، بيتحول تدريجيا الى مشمس قليل الغيوم. الحراره بتسجل بيروت 19 درجة، 2 بالأرز 14 زحلة، وبعلبك 15 درجة. الرياح بالإجمال رح بتكون لبكرة جنوبية غربية حل البحر معتدل، حرارة 118 درجة، أما رطوبة بتتراوح بين 40 و 75%. إذا طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي: الويك أند مستقر مشمس بامتياز، لبكرة مشمس إلى قليل الغيوم 19 درجة، مشمس كذلك نهار الأحد مع ارتفاع بالحرارة لل 21 درجة، نوصل بداية أسبوع جديد تنين أيضا مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار على ال 21 درجة، انخفاض بسيط لنهار الثلاثة ليصبح 20 درجة أقصاها على الساحل. هذا كان كل شيء، عودة لكم بسام ونيكار. شكرا لك.